شوربه الجزر على الشاشه بعد اذن اخواننا وحبايبنا فريق العمل. جزر مبشور، بصلايه ناعمه، فص توم محترم، شويه كريمه لباني، مكعب من الزبده. طبق الشوربه بيعني للاستاذه شروقي على السفره في رمضان. لا والله طبق الشوربه مهم جدا. يعني انت ممكن يعني عايزه اقول لك انا ممكن اتخلى عن الشوربه في الايام العاديه بس في رمضان لا، بحس ان انا لازم ابدا بحاجه كده شوربه تاهل معدتي ان انا هاكل. وهي على فكره مفيده جدا وصحيه. معده طول النهار ما فيهاش حاجه. صحيح. ما تكونش سخنه جامد كمان يعني. لا ما تكونش سخنه جامد. يعني تفضلي طبق الشوربه في البدايه ولا طبق السلطه؟ لا الشوربه. 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 على الفطار. حلو. ابدا بالشوربه بقى وانوع بقى يعني ايا كان بقى الكلاسيك بقى اللي هو لسان عصفور والشعريه وبعد كده ممكن بقى بروكلي. ايه الطبق المتكرر للاستاذه شروق دايما في رمضان؟ يعني نشوفه في رمضان في الاسبوع مرتين. بص ثلاث مرات. انا هقول كلنا انا كده. اول ما بدات طبعا اول ما بدانا رمضان طبعا احنا حكيت لك السفره بتبقى عامله ازاي والاكل بيبقى عامل ازاي فهبتدي بقى نلاقي ايه الميزان بيتكلم فطبعا ايه الواحد بيرجع تاني بسرعه 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 يتجه الاكل حلو برضو بس يكون هيلث حلو ما يفوش دسم كتير ما فيهوش مثلا كالوريز كتيره فبحيث ان هو يعمل البالانس ده حتى بعد خمس ايام هتلاقيني بقى اساسي عندي كوسه وجزر وبروكلي كل يوم ده طبق اساسي بتاعي حل. يعني اشبع بيه وممكن بقى ايه اخد حاجات بسيطه من باقي الاكل حلو ده في الـ في الـ في الايام الاولى من رمضان حلو بالنسبه للشهر الكريم طبعا انت عارفه ان احنا دايما في النص دلوقتي العشرة الاوسط للشهر الكريم بنستعد لعمل كحك العيد و وبتورث وانت بنت الصعيد بقى تلاقي الصعيد الجميل عائلات تعزم عائلات والعيله اللي صحيح. تعزم هي اللي ما صحيح. تعملش الكحك عارفه انت الجو ده لا بص يعني فعلا الكحك وبرده ده من العادات المصريه الاصيله مش مش بس الصعيد الحقيقه طبق الكحك اللي بيلف مع الجيران والقرايب واللي بتتباهى بقى وتقول انا عملت كحك وشايله لكم طبق على جنب حل. مهما اشترينا كحك جاهز الا عمل البيت تفضل ريحه كحك البيت وفي البيت نفسه يعني بتدي بهجه وفرحه وليها طعم ومذاق مختلف بصراحه حلو طيب انت بتعملي كحك العيد في البيت ولا ماما برضو تيجي تعمل والله لا انا ما بعملش كحك بس ممكن تعزمني واجي انقش معاك الكحك ده علاقتي بالكحك ماما كانت بتعمل حقيقه يعني على حسب سنه تلاقيها عملت مثلا وكلنا نيجي بقى انا واخواتي واولادنا وعشان نتجمع كلنا عشان فرحه اكتر من احنا كمان هناكل هو الميزه في اعمال كحك العيد ان هو بيلمنا كلنا صحيح اللي يشغل مكنه البسكويت ده بالنسبه للريف المصري والصعيد المصري الاعداد دي موجوده لغايه دلوقتي ويعمل الكحك وينقش الكحكايه الحلوه الجميله وهكذا ده بتبقى حاجات حلوه يعني ويفضل احنا نعمله في البيت وسهل طبعا هو دي وسمنه ده بس لا هو مش مع كل الناس سهل يا شيف يعني لا والله في ناس بتخيب منهم وفي ناس الكحك بيبقى كابس وفي حاجات كده يعني بس اكيد هنعرف كل التريكات دي منك يا شيف بقى قبل العيد طبعا باذن الله طبعا بمناسبه الكحك العيد لينا برضو موقف معاه اكيد وننتهز الفرصه بكره عيد الزعف طبعا لاخواننا الاقباط كل سنه حد الزعف كل سنه وهم طيبين طبعا كل سنه وان شاء الله لينا مفاجآت في العيد برضو هنعمل حاجات جميله كل عام وهم بخير كل سنه وهم طيبين وادي الجزرايه مع الزبده دي شوربه الجزر